كل من عصى الله تعالى فإنه أخذ بسبب من أسباب الهلاك. هذا في الجملة. وإذا كانت الخطيئة تتعلق بأصول الإسلام وأركانه كان الهلاك فيها أعظم وأكبر. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي صلاة واحدة. وفي الحديث ابن عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا يبين لنا يعني كأنما فقد أهله وماله، هذا يبين فدحة الخسارة بالتورط بشيء من الانتهاك لأركان الإسلام وأصوله وقواعده ودعائمه. لذلك ينبغي الاحتياط. وأنا أقول يا إخواني ويا أخواتي ويا شباب ويا فتيات، الله رقيب عليكم ووعدكم الأجر الجزيل والعطاء الكبير على القيام بهذه الفريضة، فأتقنوا العمل وأبشروا بالجزاء والأجر. فإنه قد قال الله تعالى في هذا الحديث الإلهي: الصوم لي وأنا أجزي به.